مساءكم ورد جوري أحلى متابعين، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. طبعا اليوم الفيديو مالتنا هو تكملة الجزء الأول، فصال دشداشة الفراشة البنوتة عمرها 15 سنة. طبعا بنات هنا أخذنا نزال الصدر 14 سنتيم، لأنه البنوتة صغيرة، فأخذنا نزال الصدر 14 سنتيم. وهنا هسه أني راح أقصها بشكل دائري، يعني قصة الصدر راح تكون دائرية بنوتاتي بهذا الشكل. طبعا اليوم قناتي تفعلت، صار أسبوع ما رسلت إيميل آدسنس لشركة اليوتيوب، واليوم الصبح جتني رسالة منهم وموافقين على الإيميل، وأخذوا قناتي للتفعيل للمراجعة يعني. وبعد ما راجعوها ورا كم ساعة وصلتني رسالة موافقين على قناتي. ألف الحمد لله والشكر الذي بنعمته تتم الصالحات، وأتمنى هذه الفرحة لكم همين متابعيني. أتمنى أشوفكم كلكم، قنواتكم كبيرة لأنه تستاهلون كل خير، وإن شاء الله الله ما يضيع تعب أحد منكم، وإن شاء الله مثل ما فرحتوا لي وتعليقاتكم الحلوة اللي شفتها، أنا هم أفرح لكم الله إذا قناتكم تفعلت وصرتوا يوتيوبرية إن شاء الله. الله كريم، إن شاء الله أنتم هم تفرحون هذه الفرحة اللي أنا فرحتها اليوم. أتمنى لكم كل التوفيق متابعيني، وإن شاء الله أنتم همين الله يفرح قلبكم. وشكرا جزيلا لكم وتعليقاتكم الحلوة. يلا هسه نرجع للفيديو مالتنا. طبعا هنا خليت هذا شريط التغليف بنوتاتي، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بنوتاتي هنا أني هسه خيطت هذا شريط التغليف، هنا هسه راح أقصقصه بهذا الشكل. طبعا هم كل فيديو أشرح لكم هذه الطريقة، لازم نقصها قصات صغيرة كلش بحيث ما توصل للخياط، حتى يطلع مرتب وحلو. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هسه بعد ما قصقصته بنات راح أقلبها بهذا الشكل، شوفوا حبيباتي راح أقلبها بهذا الشكل وراح أخيطها. استغفر الله ربي العظيم وأتوب إليه من كل ذنب عظيم. استغفر الله ربي العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله ربي العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله ربي العظيم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بنوتاتي هسه هنا أني خيطت شريط التغليف، راح أخلي له هذه الوردة بنات. طبعا هذه الوردة لونها أحمر، رهمتها بلون الوردة الموجودة بالقماش، بس ما أعرف ليش بالتصوير طلع لونها برتقالي، بس هي الصراحة والله لونها أحمر بس طلع لونها برتقالي، ما أعرف ليش هيش طلع لونها.
بنوتاتي طبعا راح اخلي هذا الشريط بهذا الشكل، اطبقه طبقة واحدة. طبعا هذا شريط التغليف بس شكله حلو يعني، راح اخيطه بهذا الشكل حبيباتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا الله. بنوتاتي هنا بعد ما خيطت الوردة، طبعا كويتها لأنه بالخياط مجدتي بها هذا الخرز يكسر الأبرة يعني وما تعبر الأبرة بي، فكويتها يعني خيطت شوية اللي قدرت أخيطه والباقي كويتها بنات، وحتى تلصق بالدشداشة. هنا ناخذ البنات نزال الردان يعني حفرة الردان، احنا هنا بدون حفرة بس هنا راح حتى اخيط من تحت الردان يعني بهذا الشكل. ناخذ شبر وثلاث اصابع ونخيط مال الردان بنات، بس ننزل ما ننزل عدل، ننزل بصورة مائلة لانه اذا نزلنا عدل راح تصير قصيفة. وراح اخلي لها لاستيك بنات قبل ما اخيط الردان، انا راح اخلي لاستيك هنا، راح اطلع هذا مكوك اللي خاله بي خياط الخياطة، وهنا عندي هذا المكوك اللي خاله بي اللاستيك، هذا اللاستيك بنات اللي مثل الخياط، نلفه على المكوك ونخليه بهذا الشكل بيت المكوك بنات، وهذا اللي بي الخياط طلعت. طبعا انا خالة المكوك مال لاستيك واحد لانه البرغي مالته يعني فاتحته شوية، وخالة هذا واحد ثاني للخياطة. هسه راح نجي ناخذ قياس شبر واربع اصابع مفتوحة بنات، هذا حتى يكون على الخصر، شبر اربع اصابع مفتوحة بهذا الشكل، ونخلي نخيط اللاستيك. طبعا وما نبدي من البداية، نخلي هاي المسافة اللي تحت الردان تصير يعني على الخصار بهذا الشكل بنوتاتي. وهسه راح نخيط اللاستيك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، مبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شوفوا بنوتاتي، طبعا أنا ماخذة القياس نفسه من الصفحتين، والمسافة اللي يعني ما أخلي لها اللاستيك نفس الشي لازم تكون بهذا الشكل بنوتاتي. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شوفوا بنوتاتي هذا اللاستيك راح أخلي من الخلف همينة البدن الخلف، شوفوا حبيباتي راح أخلي هنا للخلف همينة لاستيك، بس أخذ نفس القياس بنات حتى تكون متساوية، اخذ نفس القياس اللي خليت بي اللاستيك من هنا بنوتاتي.
هم آخذ تكون نفس المسافة اللي تركتها، لازم تكون نفس المسافة بنات. وهسه راح نخيط اللاستيك بهذا الشكل بنوتاتي. هنا بعد ما خيطته شوفوا خليت الظهر همينه كملتها يعني. شوفوا حبيباتي بهذا الشكل طلعت هذا اللاستيك من الأمام، وهذا اللاستيك من الخلف البدن الخلف مات الظهر يعني. بنات هسه هنا من نخيط، قبل ما اخيط انا عندي هاي لازم اكفها، بس انا ما راح اكفها بنات، راح اخلي لها من هذا شريط التغليف نفسه. راح ابدي بي من الذيال مات الدشداشة بنات، راح ابدي بي منه وراح اجي اخيطه بهذا الشكل بنوتاتي. طبعا اكو موضوع ثاني اريد احكي وياكم بي بنوتاتي. اكو بنات طبعا يدخلون بالخصوصيات، انا طبعا ما احب تدخل بالخصوصيات، يعني يكتبوا لي تعليقات انتي ليش مطولة اظافرك وليش مصبغتهم وليش ما اعرف شنو وحرام وما ادري شنو. فبنات رجاء انا ما احب احد يتدخل بخصوصيات يعني. وثاني شي انتو تدخلون على مود الفصالات وعلى مود الخياطة، يعني مو تدخلون للفيديو حتى تدخلون بخصوصياتي. ف رجاء يعني اللي تعجبها قناتي وتريد تعلق اهلا وسهلا بيها، واللي ما تعجبها قناتي هم اهلا وسهلا بيها، انا ما جابرة احد يعلقون عندي. و طبعا هاي تعليقاتكم مال تدخل بخصوصياتي بنات، رجاء انا ما احب احد يتدخل بخصوصياتي، يعني انا اعرف الصح من الغلط. ويعني انتي من تدخلين وتقولين حرام وحرام واظافرش طويلة، يعني انتي ما عندك اخطاء بحياتك، فرجاء ركزي بحياتك ومن تصلحين اخطائك وتصلحي اخطاء الاخرين. كل شخص يعرف اخطائه ويعرف شلون يصلح اخطائه، واني يعني ما احب هالتدخل الصراحة، لانه اني ما اتدخل بخصوصيات احد. فصار كم فيديو انشر وتكتبوا لي نفس التعليقات، اكو بنات يعني كل ما يعلقون عندي اللي يكتبون هيجي. فرجاء بنات ما احب هذا التدخل، اني ما احب تدخل بخصوصياتي، واتمنى ما تزعلون من عندي، يعني انا حكيت لكم الصراحة لان اني صريحة. ما احب الصراحة التدخل بالخصوصيات، واني طبيعتي ما اتدخل بخصوصيات احد، واتمنى ما تزعلون من عندي بنوتاتي، اتمنى يعني ما تزعلون من عندي. فاني ليش حكيت هيجي حتى بعد ما تكتبوا لي هالتعليقات. وهسه هنا بنات رجعنا للفيديو، خيطنا هنا بنات. طبعا ما نزلنا عدل لانه صير قصيفه من جوا من الاذيال مالتها، وطبعا وما نخيطها للنهايه، انخيطناها اللي هنا راح تصير بها فتحة يعني، وهي دائرية دائرية صارت الديال مالها دائري. وهسه هنايا شوفوا بنات بهذا الشكل طلع. بنات هسه خيطناها بهذا الشكل، راح نجي نخيط الجهة الثانية. طبعا ناخذ نفس القياس هذا ونفس هذه المسافة، بنات شبر واربع اصابع. طبعا انا بالبداية قلت شبر وثلاث اصابع، بس سويتها شبر واربع اصابع، ما اعرف نسيت. بس طلعت زينة عليها يعني مضبوطة من لبستها، طلع زين القياس مضبوط.
هسه بما انه انا اخذت القياس راح يعني نفس المسافة مال الجهة الثانية، راح اخيطها بنوتاتي بهذا الشكل. شوفوا بنات ما انزل عدل، راح اميلها شوي شوية للنهاية لانه حتى ما تصير قصيفة بنات، لان الفراشة ما يصير ننزل بيها عدل. شوف حبيباتي شوفون ما نزلت بيها عدل، شوي شوية طلعت بيها لبرا. بنات وهم نخيطها للنهاية اللي هنا. شوفوا حبيباتي وهذا هو فصال الفراشة، ان شاء الله عجبكم الفصال بنوتاتي حبيباتي ورأيكم يهمني. وهسه راح نجي للفصال الثاني، ان شاء الله اخلص وراح اعرضهم لكم اثنيناتهم. شوفوا بنات هم ناخذ نزال الصدر 14 سنتيم لان هو نفس البنوتة. شوفوا بنات وراح اقصها مربعة بنات، هذه راح اقصها بشكل مربع. استغفر الله ربي العظيم واتوب اليه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله ربي العظيم واتوب اليه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله ربي العظيم واتوب اليه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قصينا بهذا الشكل بنات. طبعا الكتف هم نقصه مائل بنات، لا تنسون الكتف لازم يكون مائل شوية. شوفوا طلع بهذا الشكل. هسه راح نخلي له شريط تغليف، طبعا هذا احمر. هم راح نخيطه من الظهر. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا الله. طبعا بنوتاتي أي سؤال عندكم تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات وأني أرد عليكم إن شاء الله. وأي فصال تردون، طبعا أكو بعد فصالات بنات يردون بس أني دا أفصل حسب الطلب اللي يجوني، يعني البنات اللي يردون أخيط لهم هم يجيبوا لي الفصال، هم يقولوا لي يعني هيك فصال أريد، فأني حسب طلب البنات اللي يجيبوا لي خياطة يعني أخيط لهم حسب الفصال اللي هم يردونه أني أخيط لهم. فبنات إن شاء الله الفصال اللي يجي حسب طلبكم أنتو متابعاتي طبعا راح أعرضه لكم من عيوني تدللون. طلباتكم أوامر حبيبات قلبي. هنا قلبت وصلة التغليف وراح نخيطها بهذا الشكل.
اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. استغفر الله ربي العظيم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله ربي العظيم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله ربي العظيم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بنوتاتي طبعا اعتذر من عندكم، الفيديو شوية صار طويل لأنه فصاليا. شوفوا بنات، هنا أنا بعد ما خيطت هذا شريط التغليف، طبعا بنات راح استخدم هذا الورد للصدر. شوفوا بنات راح استخدم هذا الورد. بنات عشان راح طبعا هذا الشريط طبعا هذا هندي، راح أقص هذا بنات. وطبعا احنا نستخدم يعني نعرف الخياطات يعني يتفننون شوية بالدانتيلات. هذا راح أقصه. شوفوا بنات، لأنه هذا عريض كلش يعني الدانتيل، راح أقصه بهذا الشكل. هذا الشريط طبعا هذا راح أستخدمه للخصر بنات، هذا راح أستخدمه للخصر. والوردات راح أقصهم بهذا الشكل بنات، هذا أستخدمه للخصر بهذا الشكل يعني بعد ما أخيط الثوب. وهاي الوردات راح أقصهم وأخليهم بالصدر. أقص هذا الثاني. لا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا الله. بنات هسه طبعا راح أقص الوردات بهذا الشكل. شوفوا بنات، إن شاء الله تعجبكم هاي الفكرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوفوا بنات شكل حلو. هسه نطلع الوردات ونخيطهم واحد واحد يعني. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا الله. شوفوا بنات بهذا الشكل. طبعا راح أخلصهم وأرجع لكم بنات. هنا قصيتهم كلهم. وطبعا انتي شلون تسوين البصمة، شلون تحبين تسويها يعني انتي وأفكارك شلون تخلين الوردات بنوتاتي. طبعا راح أخليهم أني مو بهذا الشكل، راح أغير الشكل مالهم. راح أخليهم بهاي الطريقة. شوفوا بنات، راح أصعد هذني الوردات فوق شوية وأخيطهم وأرجع لكم حبيباتي.
بهذا الشكل راح اخيطهم بنات. شوفوا هسه راح ابدي اخيطهم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بنوتاتي انا راح اثبت الورود بهذا الشكل. بنوتاتي طبعا هنا شوية سرعت الفيديو حتى يكون سريع ومو طويل هواية. حبيباتي بهذا الشكل خيطنا الوردات. شوفوا بنات هنا بعد ما خيطتهم، طبعا هنا راح اخيط هذا التنورة مالته بنات قبل ما اخيطها بالصدر. خيطتها بهذا الشكل، وهسه راح اسحب خيط المكوك حتى يصير بيها كسرات ناعمة بهذا الشكل بنوتاتي. شوفوا حبيباتي صارت بيها كسرات ناعمة. هسه راح اشوفها نفس قياس الخصر. شوفوا نفس القياس، هسه راح اخيطها بيها بهذا الشكل. طبعا هنا عندي الخيط فلت. هنا خيطناها بهاي الطريقة حبيباتي. طبعا صارت كسرات كلش ناعمة. شوفوا شلون طلعت، وهذا هو شكلها النهائي بنوتاتي. ان شاء الله تنال اعجابكم. شوفوا شكلها ايش قد حلو حبيبات قلبي. اذا عجبكم الفصال كتبوا لي بالكومنتات بنوتاتي. شوفوا ايش قد حلوه من جوه دائريه صارت، وهذا الشريط اللي داير مدايرها كلش حلو وطلع. طبعا هذا من الجهتين بنات الشريط، يعني من الامام ومن الخلف، يعني البدن الامام والبدن الخلف صار هذا الشريط داير مدار الدشداشة. وهذا هو شكلها حبيباتي، وهذا اللاستيك اللي من الخلف هذا الشكل طلعت. طبعا كلش حلوة طلعت على البنوتة. وهذا النفنوف الثاني، طبعا هذا تلبس وياه ستريتش. وهذا الشريط اللي خليته على الخصر على الكسرات، وهم خليت له شريط من ال يعني من الاذيال مالت الدشداشة. وهذا هو شكلها النهائي. ان شاء الله تنال اعجابكم بنوتاتي حبيباتي. وكتبوا لي بالتعليقات شنو الشيء يعني اللي تحبون اعرض لكم اياه، واي فصال تردونه بنوتاتي. واللي هنا ينتهي الفيديو مالتنا، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد على قناتي. اترككم في رعاية الله وحفظه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم سالمين يا احلى متابعين.